هو الملتقى الأول والأكبر للطلاب اليمنيين في المهجر. في تركيا وتحديداً في مدينة يلوفا تجمع 300 طالب وطالبة من مختلف المدن والتخصصات تحت شعار ملتقى نهضة وطن. الملتقى الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في تركيا بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين والشخصيات، تخلله العديد من الفقرات التدريبية والترفيهية التي استمرت على مدى 3 أيام. هذا الملتقى سيكون باكورة لأعمال كثيرة في المجال الأكاديمي والمجال في التخصصات الدراسية وفي مجال الوحدات الدراسية الخمس. أثبتنا فعلاً إنه إحنا الشباب اليمني مجرد ما يلاقي فرصة في إنه ينطلق تبدأ الأفكار وتبدأ الإبداعات إنها تظهر للواقع. إحنا الحرب فعلاً هي بتنتهي وإحنا الشباب الآن نعد مستقبل اليمن بشكل آخر. أهداف كبيرة رسمها المنظمون لهذا الملتقى، والتي سيعمل الطلاب على تحقيقها عبر لجان تخصصية شكلت خلال أيام الملتقى. المحاضرات والحلقات النقاشية كانت أولى المراحل، تبعتها مقترحات المشاريع وإقرارها، ثم وأخيراً وقع الطلاب على وثيقة شرف لتنفيذها. كانت هذه المنصة بالنسبة لنا إنه منصة نسوق هذه البرامج اللي بتساهم في نهضة هذا البلد. كل الطلاب إحنا الموجودين هنا صوتنا واحد، لساننا واحد، تربينا في هذه التربة، منها أتينا وإليها سنعود. لم يكن عيسى الوحيد الذي مثل له هذا الملتقى فرصة لعرض أفكاره، فمثله الكثيرون. بعضهم شارك قصة نجاحه، ومنهم من عرض مشاريع جاهزة عرض أغلبها في محافل ومؤتمرات دولية. الملتقى ومنصته بالنسبة لهؤلاء الطلاب أوجدت لهم فرصة أيضا لعرض مشاكلهم وهمومهم، وكذا هي آمالهم. نتمنى نحن نخدم الوطن، يعني في الأخير عندما تنجز شيء وتراه ينفذ خارج الوطن شيء مؤسف بالنسبة لك. صح أنت في الأخير تخدم البشرية، لكن أنت تريد أن تخدم وطنك. كان وضع اليمن ومعاناتهم الدافع الأكبر لتفوقهم وإبداعهم، يقول هؤلاء، كما ستكون رغبة بنائها ونهضتها وراء بذلهم المزيد. أحلام تسابق الزمن، تتحدى الحرب، وتؤمن أن الحياة آتية ولا ريب لليمن. لذا يريد هؤلاء الطلاب اليوم الخريجون غدا أن يكونوا على الموعد بأفكار مشاريع هندسية وتعليمية وصحية تستوعب احتياجات اليمن ووضعها المعقد، وتستوعبها اليمن بإمكاناتها المحدودة. شروق القاسمي لقناة بلقيس، مدينة يالوفا التركية.